على السلامه. انا عارف ان انت والله حددت عشان انا مثلا عايز انا عايز اعرف بقى هو ايه قال ايه بالظبط. ما انت مش هتقدر تعرف. انت قلت ايه بالظبط؟ انا اللي قلت ايه؟ انا قلت انت بقى هتكتشف انا قلت ايه بعد المونتاج. بس انا اقدر اقول لها ريحان هو فعلا بيحبك جدا وطيب جدا وكله كان في الجول. طب وانا وهو فعلا وهو اللي هو انا هي كانت يعني فعلا بتحبك قوي. طب انا عايز انا كنت وما زلت عايز اسالكم امانه بقى تيجي نسبه الصراحه. انت كنت مع مدام رجاء مش كده؟ نسبه الصراحه عند مدام رجاء باحساسك 100% 100% نسبه التاتش شوت كده نسبه الحب في هذا المنزل كام في الميه؟ 200% عشان بس ندي درس للناس. 200% هو التفاهم يعني لان هي ظروف شغلها صعبه جدا مش اي زوج شرقي ممكن يفهم حاجه زي كده. يا ريت الساده المشاهدين معانا اللي جنبه خشبه هو مش اي زوج شرقي. يا ابو علي ايوه يا ابو علي اول مره تقعد جنب مدام رضا كده بننادر ان احنا بنقعد نعمل لقاءات كده. اه بس اميره مش عارف ايه عمالين نقول اميره حبي انا اميره حبنا فعلا يا حبيبتي اميره بقى انا تعالي جنب حبيبتي هنا مشتاقين لاميره. هي في اميره أميرة هي ادي أميرة حبنا احنا أميرة دلوقتي انت جات لك الفرصة الذهبية اللي هنختم بيها البرنامج ده الفينال قبل التتر الأخير. جات لك الفرصة انك تسألي بابا وماما السؤال اللي تحسي ان احنا أكيد نسيناه أو أكيد إنجي وسميحة ما سألوهوش. انت مذيعة دلوقتي في وسطهم هما الاثنين وهتسأليهم سؤال ويجاوب عليهم الاثنين أول مرة مع بعض مش بعيد عن بعض. إحساس يا ريت تعلي صوتك بالمذيعات اللزاز كده وتبص للكاميرا. احساسكوا ايه وانتوا ربيتوا وكبرتوا وبنوتاتكوا بقت عروسه ومتخرجه؟ والله حلوه هي سؤال جوه الجون يا جميل. اتجوز على فكره في خلال ان شاء الله كده نقول على يناير. انا عايز اقول حاجه. انا كنت دايما استغرب ان الامهات يعيطوا في لحظات الفرح ان ساعه البنت ما تتخطب يعيطوا تقول انك ده. انا اللي اكتشفت انها نكديه انا كمان وان انا ام مصريه جدا وعلى قد فرحتي بان اميره اتخطبت على قد ما في لحظتها حسيت ان عايزه اعيط قوي وحسيت ان بنتي كبرت وان في حد هيجي ياخدها من حضني ويبعدها عني. فهو ده كان شعوري. وبعدين حسن قال لي جمله غريبه قوي قال لي الله 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 البنت هتتجوز واحنا هنقعد لوحدنا. قلت له يا سادة وانا كئيبه للدرجه دي؟ انا احساسي يا اميره ان انا زرعت شجره الله وطلعت الشجره دي جابت تفاحه اللي هو انت وممكن اقدمها لاي واحد هو عايزها وتعيش معاها سعيد. بس واحد يقول احنا نستاهل حتى واحد يستاهل. انا بقول حاجه شوفوا بقى انا بقول حاجه انا بقول ان اجمل استثمار عملناه في حياتنا احنا ما عملناش استثمارات ماديه احنا عملنا استثمار واحد في حياتنا اميره. الله اميره بس فده اللي انا بقول لكل الناس لا انا بقول لكل الناس ان استثمروا اولادكم في الخير لان هو ده اللي باقي بس. طيب احنا لازم نقول لها اميره يا نور العين يلا غني لهم بقى اميره يا نور العين ايه مسكن خيالي مسكن خيالي يلا يا مدام رجاء اقول ما اعرفش صوتي وحش قوي يا نور العين كده برضه اه عارفه انت الكلام ده عايشه بقالي سنين ولا دي ولا اكتبال تاني بقى اميره يا نور العين مسكن خيالي. انا اللي بغني صوتك حلو والله. في اغنيه بتقول لك اسمها اميره مش كده؟ كانت اسمها ايه؟ اسمها ايه كده؟ لا مش فاكره مش فاكره مكسوفه. لا كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله تصور حلقه جايه مع اميره وهي عروسه وتلبس الفستان والطرحه اللي انت